السلام عليكم، صباح الخير يا متابعيني. اليوم رايحين صوب البحر الجميل، البحر الجميل التونسي. جاهزين؟ جاهزين يا جماعة. الكاب عن الشمس، ماكو شمس طبعا، شمس ماكو، الكاب عن الشمس، واغراضنا في الشنطة وريوقنا هم في الشنطة، يعني نسوينا نوع من الجو والريوق هم في الشنطة، باقي بس ناخذ لنا عصير وماي ونتوكل على الله ونرويكم قاع البحر ايش فيه. طبعا يبن الكاميرا جو برو جزاه الله خير، وناصر قال انت تحتاج الجو برو، فلازم لك جو برو، فهذه جو برو 11، فبنشوف تصويرها اليوم ان شاء الله في وسط بحر المرسى ان شاء الله. ويزاهم الله خير ايضا الاخوان كلهم والخوات ما قصروا، اخر استقبال، اخر استقبال في العزبة ابو ناصر من الصوغات والهدايا بعد ما خلصت رحلتي ومغامرتي وكشتتي للخليج، فيزاكم الله خير على الاستقبال الجميل والصوغات اللي كل صوغة في محلها في احتياجي لها. تحياتي لكم جميعا. وهذا محل الأسماك، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لهم. استأذننا منهم في التصوير. وهذا العوض ما شاء الله، الأسعار موجودة، كل شيء موجود. هذا الربيان، هالربيان الربيان بحري، والسعر واضح عندكم هنا. هذا أفتكر عومة، أيوة عومة يا جماعة، سردين 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 سردين، كم تقريبا؟ 600، يعني أقل من دينار. القرفة، شوفوا القرفة يا جماعة، الخرفكان، شوفوا القرفة، يا سلام. وهذا شنو السمك؟ ما أدري شو اسمه، شوفونا متابعيني ما شو اسمه، يا سلام على الربيان هذا اليابس الصغار، القرفة. وهذا عرفتوا شنو هالسمك؟ عرفتوا الله يبارك له ان شاء الله. وهذا المحل، شكرا يا صاحبي، السلام عليكم. مرحبا يا اخويا. ايوه يا رضا. ترحم ترحما كبيرا على رائد النهضة وباني دولة الامارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، الله يخليك. واكرر لأنه فعلا العربي الأصيل، الله يخليك. الله أنا تابع فيه من الوقت، والآن على الأثر متاعه وعايش في الوقت. الله يخليك، إن شاء الله كل خير شعوب العربية والمسلمين، كل خير. شكرا شكرا، السلام عليكم. ما شاء الله، هذا المحل أسماك، ما شاء الله. قربنا صوت البحر، صوت البحر، الموي يلطم، وهالفيلا الجميلة ما شاء الله. لك فيلا هني وعيش باقي حياتك ما شاء الله. هذه الفيلا على البحر، الأطلالة الجميلة، وهاي مجموعة من الفلل، وهذا البحر قريب هني، يا سلام ما شاء الله. وهذا الصياد ما شاء الله عليه يرتب سنارته، طبعا بدش معاه عرض، أنا يرتب سنارته ويحط البيب ما شاء الله. هذا هشام، وحطينا شنطتنا عنده، يعطيك العافية يا أخوي هشام. أهلا وسهلا، ما حطيت تسمع أم كلثوم؟ ها كلثوم الصيد والفن، يعطيك الصحة الله يخليك. أخوي هشام تفضل. الله يخليك، طالما أنت كهربائي وطلعت على المعاش، عندي كم سؤال يحيرني من زمان الأسئلة هذه.
يا أخي أنا عندي بطارية 50 أمبير حلو، ومديت سلك من البطارية إلى 1 كيلومتر إلى آخر حاجة، وركبت لمبة هناك آخر حاجة تمام، وولعت اللمبة وجبت بطارية ثانية جنبها 50 أمبير وعملت سلك 1 متر ولمبة وشغلت اللمبة. سؤالي يقول أيهما بيطول عمر كثير وبتطلع اللمبة كثير وقت؟ اللي السلك متاعها أقصر. دائماً في الكهرباء لما يكون السلك طويل فيه طاقة تضيع في السلك. أيوة. كل ما تقصر المسافة كل ما السلك ما مش بيستهلك الكهرباء وجيك إنارة قوية. أيوة. البطارية اللي بمسافتها بعيدة اللمبة تشعل لك ضعيفة. أيوة. ما هي زي اللي قريبة عندنا. صح. لأنه فيه بالفرنسي يقول لك بير دو كوران، ضياع الكهرباء في الأسلاك. أيوة، جزاك الله خير وشكراً على الإجابة الجميلة اللي حيرتني من سنوات. يا أهلا وسهلا. الله يخليك، فرصة سعيدة ويعطيك الصحة إن شاء الله. ان شاء الله تطلع في القناه عندنا، ها ان شاء الله تشوفك، انا بكتب لك القناه والاسم ان شاء الله. ها صدت حاجه ولا بعد؟ لا لسه لسه. ها الهواء ما هو كويس. الهواء شويه أي. يلا انا اليوم رايح لاغوص في البحر ان شاء الله. ان شاء الله الحين رايح اغوص ان شاء الله. وتحياتي لك. اهلا وسهلا. ايه فاضي يا موقع الحبار يا هشام. يعني يا سلام عليك. إذا كان السمك الكبير، السمك الصغير ما يقدرش ياكل الطعم. وعلى فكرة راهو الصيد بالليل أحسن. أها. الحين فصل هذا السمك يطلع برا بالليل. ما شاء الله طريقة جميلة. خلي شوية صفر باين. السمك ما يشوفها. ما يشوف. ما يشوف السمك. هاي تصير بالصفر. متابعين شوفوا المسألة هذه، شوفوا المسألة هذه، شوفوا مرة سيكونس في اليوتيوب. أيوه. النظارات هذه أول مرة شوفها علشان ال أيوه علشان ما يعمل غبار جوا. نظيف يعني مش نقي، الشوايب البحرية كثير يعني الشوايب. يعطيكم العافية، وهذه التجربة الأولى الحمد لله إن شاء الله تخللت بالنجاح وهذا الخير. الريوق الطيب، الريوق ويا هالريال هشام الطيب يصورني، جزاك الله خير اجمعين ان شاء الله. الله يبارك. يعني لازم مطعم، لازم كوفي، لازم لا عادي، البساطه سنة. البساطه احسن شيء. احنا بالتونسي نقول لك بالشفاء، ولا هنا المصريين يقولوا صحتين وعافيه. ايوه ابني، نحن نقولوا بالشفاء ولا هنا. صحه وفرحه بالشفاء. متابعينا التونسيين بالاخص، هذه شجره النخله ليش ما طالع الرطب مالها، البسر والرطب
تفيدوني جزاكم الله خير. ليش ان الجو بارد عشان كذا ما يصير ما يطلع النخله ما تنبت بشكل صحيح ولا كيف؟ طريق العودة إلى البيت المسافة كيلو ونص تقريبا مع الممرات والأزقة الجميلة والمحلات هذه ما شاء الله. هاي المفراكة الجميلة أنصحكم فيها ترى، هذه هاي ممتازة طبيعية. جذبني هذا المحل الشوكليت، طبعا طلعت ودشيت مره ثانيه عشان اصور محل الشوكليت، هذه الحلويات اللي ما نقدر نصبر عنه بعد الجهد الجهيد اللي سويناه من رياضه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا صاحبي؟ الحمد لله. اجي في القناه ديالي ماشي مشكله؟ لا الله يخليك. ها هذا شو تسمونه هذا؟ هذاك بسكويت. بسكويت شنو هذا؟ سعره كم؟ الكيلو 20. الكيلو 20 ايوه 20 دينار. لا 20 دينار. 20 الكيلو 20 دينار. 20 دينار. ايه والحلويات هذه الله، والكيك هذا الجميل الجاتو دينار بالصح. ايوه دينار و200 200 ما شاء الله. الله يفتح عليك ان شاء الله. شكرا وخذنا هذا. الله يخليك. شكرا. الله يسلمك. كيف عرفت اخويا، كيف عرفت انها مزيانه زينه؟ لا حياتي حبي حتحلها. لا 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 عملت لها هيك. هاي كيك انا عارفه نحن دليع الصوت. الصوت يبين لك انها باهيه ولا باهيه ولا لا. ايوه شكرا جزيلا. سحب شويه. شكرا اخويا. ما شاء الله ما شاء الله محلك جميل. الو الخضار والفواكه يعيشك. عايش. ممكن نصور ما في مشكله. هذا البيبات متابعيني يستعملونها في شنو؟ شوفوا قوتها. هاي لما تركبها لازم تسخنها. لا هذا البيب قوته يدخل في الجدار احجام طبعا عندهم. هذا يستحملون للماي والحار. بنرويكم الحين شلون. هذا البيب وهذا يدش في الجدار، يدش في الجدار بالطريقه هذه. ليش؟ علشان اي خراب في البيب بس مجرد يسحب البيب من هني وينسحب من وين؟ من الله يكرمكم من الحمام. لا يحتاج تكسير جدار ولا يحتاج خراب جدار ولا سقفان ولا ارضيات، بس هذا البيب ممكن تجره كذا خلاص ير معاك. هذا ينحط مع الصبيه الهوز هذا عشان يصير له مسار. طريقتهم جميله جميله جدا. احنا طريقتنا تكسر الاطواف وتكسر الارضيات تكسر كل شيء عشان تحصل وين الخلل وين الماي التسريبه. هني اذا صار تسريب على الماي يجي هنيك خلاص بطل هذه وتير البيب تيره وينير معه. هذا النتيجه النهائيه. بس البيب من يصير فيه ليك، البيب قوي هذا، من يصير فيه ليك ما يصلح البيب يتبطل من الجهه هذه وينشد من برا خلاص يتبدل. شوفوا ما عذرا يعني عذرا بس بغينا نوصل لها. هذا البيت شوفوا يعني الفتحة تروح المسار يروح البيب ينشد من تحت. كل شقة لها بيبين فقط حاربة. شنو هذا مدام سامية؟ هذا شو الأكل هذا؟ هذا مقلي سمك. مقلي سمك حلو جميل. وهذه شنو هذه؟ مقرونة ماكرونة بالدجاج وصلصة ما شاء الله. وهذا هذا مقلي بالبيض وبالبطاطا ما شاء الله. وهذا طماطم وهذاك الطماطم وهذاك فلفل حار فلفل حار. وهذا الخبز اللي ياكلون فيه. هذا خبز تونسي تونسي احنا في تونس الخضراء ما شاء الله. احنا في تونس الخضراء سفرة دائمة في المرسى على البحر ما شاء الله. سفرة دائمة في المرسى على البحر. حلو سلمتي. وهذه بيت الضيافة. شكرا شكرا.
بيت الضيافة، هذه بيت الضيافة، بيت فيها 14 شقة وإقامة لغوز الوردة يعني. شكرا، هذا كله لي أنا؟ هذا كله لي كنت عشان أنت ضيف. شكرا شكرا. ومقصرين بعد؟ لا لا، شكرا جزيلا، ما قصر. إن شاء الله. هاي المعكرونية احنا نسميها معكرونية. علاش اني مكرونيا؟ مكرونة. مكرونة هي هي مكرونة اصلها ايطالية. ايوة ايطالية، مكرونة مكرونة ولا بات ولا باستا. يا سلام عليك، يا سلام. ما شاء الله. شكرا اخواني ويعطيكم العافية، وشوفوا كل جديد ان شاء الله على القناة، ولا تنسونا في المتابعة وارسال القناة لاخوانكم واصدقائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.